وللحديث أكثر عن تقدم قوات الشرعية في مأرب وتراجع ميليشيا الحوثي، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس مركز يعني يمن صالح الجبري. أهلا بك سيد صالح. يعني استمرار تقدم الجيش الوطني اليمني في مأرب أمام ميليشيا الحوثي، إلى ما ترجع هذا التقدم الكبير لقوات الشرعية والمقاومة الشعبية؟ تفضل. شكرا جزيلا. التقدمات التي تحصل اليوم في مدينة مأرب، نعم، وقبلها الانتصارات التي حدثت في تحرير 3 مديريات في منطقة شبوة، وأصبحت المدينة كاملة محررة بيد الشرعية من ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا. نعم. هذا يعزو إلى يعني اهتمام و نية التحالف هذه المرة في حسم هذه المعركة في هذه المناطق، وتم تزويد الجيش اليمني ببعض الأسلحة، والتقى الجيش اليمني مع قوات العمالقة في منطقة حريب، وهي مديرية من مديريات حريب التي كانت تحت سيطرة الحوثيين، ويبدو لي خلال اليومين القادمين نسمع عن تحرير هذه المديرية في مأرب. هناك توجه من قبل الشرعية وقبل التحالف لتحرير يعني أكثر يعني مدن كانت بيد الحوثي وإعادتها إلى حضن الشرعية فيما أطلق عليه ب يعني حملة اليمن السعيد. نعم سيد صالح، القوات الشرعية كما تعلم تمكنت من إغلاق منافذ المحافظة وفرضت حصارا على الجبهة الجنوبية لها، كيف سيؤثر ذلك على سير المعارك في المحافظة بشكل عام؟ لا شك إذا تم يعني دعم القوات المسلحة بأسلحة نوعية كما حدث في دعم قوات العمالقة، وتم تحرير 3 مديريات كما أسلفت في 10 أيام، وهذا يعني رسالة واضحة بأن ميليشيا الحوثي أضعف مما نتوقع وما يعني نسمعه عبر وسائل الإعلام الحوثية. ميليشيا الحوثي ضربت في الصف الأول والثاني بقصف من قبل الطيران التحالف العربي، وبالتالي في الميدان هي ضعيفة، لكن يحتاج إلى دعم متكامل للجيش اليمني. الجيش اليمني كنا نسمع قبل أيام وأشهر أنه في مرحلة الدفاع، الآن منذ شهر وهو في مرحلة الهجوم، وإذا حرر منطقة البلق الموجودة في مدينة مأرب سينتقل مباشرة إلى المديريات الأخرى، وبهذا يعني تسقط أحلام وأماني ميليشيا الحوثي عندما قرروا قبل عام أن يدخلوا مدينة مأرب. بحسب تحالف دعم الشرعية فإن قواتها نفذت 36 عملية يوم الجمعة الماضية، أسفرت عن مقتل أكثر من 250 حوثيا كما تعلم. سيد صالح، هذه الخسائر البشرية في صفوف الحوثي باعتقادك هل ستخدم الحل السياسي؟ هذه الخسائر التي نسمعها يوميا في التقرير اليومي للناطق باسم التحالف العربي هي خسائر فادحة في صفوف الحوثيين، وهو ما لجأ الآن إلى النزول مرة أخرى إلى القبائل، ووجد رفضا كبيرا من قبل القبائل، نزل ينزل الآن إلى المدارس ويستخدم طلاب وأطفال ويرمي بهم في يعني جبهات مأرب وغيرها وتحصدهم الحرب. هناك الآن ضغوط شعبية داخل المناطق التي يسيطر عليها ميليشيات الحوثي، هناك تذمر من قبل القبائل، هناك نسمع عن اغتيالات اليوم في صفوف ميليشيات الحوثي من قيادات الصف الأول، هناك تذمر شعبي. الحوثي ليس أمامه الآن إلا أن يجند القبائل والأطفال وهو ما يعمله دائما، وبالتالي هذه الضربات لا شك أنها أثرت سلبا وستقرب من نهاية ميليشيات الحوثي إذا ما استمرت يعني مصداقية التحالف العربي في دعم الجيش اليمني وفي التركيز على الضربات الجوية. نعم، إلى سؤال جديد، يعني بالتوازي مع هذه الخسائر نجد ميليشيا الحوثي تتحرك على جبهة أخرى، ونعني هنا محاولة الميليشيا زعزعة استقرار الملاحة في الخليج، وهو ما أدانه مجلس الأمن الدولي كما تعلم سيد صالح. يعني برأيك هل يمكن أن تغير الميليشيا تكتيكاتها إلى عملية القرصنة لإرغام المجتمع الدولي على القبول بطلباتها مثلا؟ هل هذا يمكن أن تقوم به الميليشيا؟ هي لا تستطيع، هي في مرحلة الضعف، ولكن هي تعمل مثل هذه القرصنة من باب لفت الأنظار إلى الوضع الإنساني، وأن هناك تدخل من قبل يعني ما نسميه بالعدوان الإماراتي السعودي، وأيضا تريد أن تظهر أمام
يعني أنصارها بأنها ما زالت قوية، وتنسيهم الخسائر التي حصلت لهم في مأرب وتحرير مدينة شبوة بالكامل. يعني هم يريدون إرسال أكثر من رسالة، سواء للمجتمع الداخلي لأنصاري بأنه ما زالوا أقوياء، أو رسالة أيضا للعالم بأننا ما زلنا أقوياء وأننا ممكن أن نسيطر على البحر الأحمر وعلى باب المندب، ولكنهم في مرحلة ضعف جدا. المطلوب، وهناك طبعا يعني إجماع عالمي أو دولي على ما قامت به الميليشيات من قرصنة وبدعم من قبل إيران للتخفيف، وكأنها رسالة للتخفيف على الضغط على ميليشيا الحوثي. والآن هذه الحركة عبارة عن تخفيف الضغط عليها من قبل التحالف والجيش اليمني، وقامت بهذه الحماقات في البحر الأحمر. أخيرا، ما توقعك لرد فعل المجتمع الدولي فيما لو قررت ميليشيا الحوثي اعتماد تكتيك القرصنة في الخليج ومضيق باب المندب؟ تفضل. ليس هذا من مصلحة ميليشيا الحوثي، هذه عصابة، وعصابة لا يهمها اليمن ولا يهمها سمعة اليمن ولا يهمها الردود القوية التي قد تأتي من قبل المجتمع الدولي. المجتمع الدولي في خلال تصريحاته سواء فرنسا أو بريطانيا أو أمريكا هو يؤيد ما يقوم به التحالف العربي وتحديدا السعودية في اليمن، وهناك ضغط دولي. ميليشيا الحوثية أنا أتمنى من أن يستمر الضغط الدولي على هذه الميليشيات الإجرامية التي تعمل يعني كذراع لإيران، أتمنى أن يستمر ذلك، وبالتالي هذا سيضعف الميليشيات وتضطر أن تجلس على طاولة الحوار للخروج بحل للأزمة في اليمن. من إسطنبول كنت معنا عبر الهاتف رئيس مركز يمن صالح الجبري، شكرا جزيلا لك.